السيد ينجى الخطاط رئيس مجلس جهة الدخلة ودي الذهب، أهلا بك سيدي. مساء الخير، أهلا وسهلا. وأبدأ الحوار معك سيد ينجى الخطاط، يعني موقف المملكة المغربية المتضمن في بلاغ وزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغاربة المقيمين في الخارج يعكس رؤية المغرب التي يتبناها منذ زمن في إقامة الشراكات الدولية وتقييمها. كيف يعيد هذا الموقف الحازم توضيح المسارات الصحيحة التي تشترطها المملكة لإقامة الشراكات ولإبرام الاتفاقيات وفق مصالحها العليا؟ طبعا هو هذا الموقف أولا لا بد من ذكر الكونتكست، يعني السياق التاريخي اللي جا فيه هذا القرار. يعني هو قرار حسب رؤيتي أجوف ومسيس وكذلك منحاز، وبالتالي يعني فيه عيوب قانونية تم ذكرها حتى في البيان. المغرب متمسك بموقفه، يعني المغرب هو شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، وبالتالي يعني هذا القرار بالنسبة لنا يأتي كيف ما قلت في هذا السياق التاريخي اللي يميز أساسا الانتصارات الكبيرة التي حققتها يعني القضية الوحدة الترابية المغربية. أنتم تعلمون بأنه الكثير من الدول الآن القوية تدعم الوحدة، يعني الحكم الذاتي كحل أوحد لهذا المشكل المفتعل، وكذلك تعترف بالسيادة المغربية على صحرائه. ومن بين هذه الدول الأوروبية نفسها، وبالتالي نحن الآن نطرح تساؤل هام، هل كيف يمكن لمحكمة يعني أوروبية أنها تتعارض مع إرادة الحكومات الأوروبية، وحتى أنها هذا القرار تم كذلك تصويت عليه مسبقا في السنوات الماضية من طرف البرلمان الأوروبي. وبالتالي يعني أنا أعتقد بأنه هذا القرار جاء مسيس أولا ومنحاز، وجاء باش يأثر على الانتصارات الكبيرة اللي حققتها المملكة، دينامية سياسية، ولكن كذلك الأهم هو الدينامية الاقتصادية اللي عرفتها الأقاليم الجنوبية، خصوصا بعد إطلاق جلالة الملك النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. تعلمون بأن هناك مشاريع مهيكلة كبيرة مثل الميناء الأطلسي للداخلة اللي يفتح آفاق كبيرة جدا للتعاون ما بين المغرب ودول إفريقيا، وكذلك لا يفتح مجال كبير للتعاون ما بين المغرب وأوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء. أنا أعتقد بأنه النقطة الأخرى المهمة هو أنه لا يحق للبوليساريو والمدعوم من طرف الجزائر بأنها تتكلم وتترافع باسم الصحراويين. الممثل الحقيقي للصحراويين هم المنتخبون اللي تم انتخابهم يعني في عمليات ديمقراطية تشهد بها الأمم المتحدة وتشهد بها المراقبين الحياديين. وبالتالي نحن بالنسبة لنا هذا القرار هو يعني قرار لا معنى له وليس مهم في الحقيقة، يؤثر على التعاون الاستراتيجي ما بين المغرب وشركاء الأوروبيين. تأثيراته على الأقاليم الجنوبية هو يأتي فعلا لأن بدلا من أن أوروبا تلعب دورها في دعم التنمية في الأقاليم الجنوبية، وخصوصا بأنه هذه الأقاليم مثل ما يرى الهجرات الملك بأن تكون أقطاب تنافسية اقتصادية، وحتى أنها نموذج لدول الساحل ودول جنوب الصحراء، يعني دول إفريقيا جنوب الصحراء نموذج تنموي. هذا النموذج التنموي يمكن أنه تستأثر به هذه المناطق اللي هامة واللي عندها يعني دور هام جدا، ويعني كل هذه الدول تحاول بأنها تكون هناك الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. طيب نحن كممثلين ندين هذا الـ هذا الـ هذا القرار، لا نعترف به بتاتا، لأنه أي قرار كما قال كما جاء في البيان لا يعترف بالسيادة المغربية على أراضيه، نحن بالنسبة لنا لا يهمنا وليس لا يعنينا بتاتا بأي شكل من الأشكال. نعم، أواصل معك سيد الخطاط، يعني هذه ليست المرة الأولى التي تصدر إحدى أو بعض الهيئات الأوروبية قرارات وأحكام خارج إطار ولايتها واختصاصاتها، وهذا يثير ربما سؤال عدم انسجام قرارات محكمة العدل الأوروبية مع المستوى المتقدم الذي تعرفه
المشاركات المغربية الأوروبية كما عبرت عنه وكما تابعنا المفوضية الأوروبية والعديد من العواصم الأوروبية هذا اليوم، وأيضا لا يترجم التوجه العام لمختلف دول الاتحاد الأوروبي الداعمة لمقترح مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب والذي يعتبر كحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وفي الحقيقة هذا القرار اليوم هو طبعا هذا ما يجعلنا نضع يعني علامة استفهام كبيرة جدا وراء هذا. أنتم تعلمون بأن هناك أنه هذا قد صدر يعني حكم يعني مماثل لهذا الحكم، ولكنه بعد الاستئناف تم يعني تصحيح الموقف، ولا ننسى كذلك بأن البرلمان الأوروبي صوت على هذه الاتفاقية وبأن الهيئات الأوروبية كلها كانت داعمة لهذا القرار. لا ننسى كذلك بأنه قد تم عرض يعني قضية مماثلة في بريطانيا، وبأنه القضاء البريطاني كان منصفا وكان يعني قراراته حاسمة وكانت يعني واضحة بأنه الاتفاقية مع المغرب تشمل كل أراضيه بما فيها الصحراء المغربية. نحن اليوم نقول بأنه هذا القرار لا يعدو كونه يعني قرار مسيس ويريد المس من الانتصارات الكبيرة اللي حققتها الدولة المغربية. وراء هذا القرار أنتم تعلمون من يعني له يعني مصلحة وراء هذا، وبالتالي أنا أعتقد بأنه لا يمكن بأنه نخرجوه من هذا السياق. وأكيد بأنه إذا كانت يعني المحكمة الأوروبية يعني تعترف حتى بساجيريس بريدانس هي في حد ذاتها ما كان يعني أنه يقع اليوم هذا 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 القرار. المهم بأنه المملكة المغربية كما قال بعض المتدخلين هي لا يمكن تجزئتها من شمالها إلى جنوبها وحدة متكاملة، وبالتالي أي اتفاق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل جهات المملكة. نحن دافعنا عن القرار في السنوات الماضية أثناء يعني عرضه على البرلمان الأوروبي، كنا موجودين وكنا يعني أكدنا بأنه هذا القرار يعني مهم للشراكة ما بين المملكة وأوروبا، ولكن كذلك كان عنده أهمية يلعب دور إيجابي في إطار دعم التنمية اللي يقودها جلالة الملك في الأقاليم الجنوبية. وبالتالي نحن لا نستغرب بأنه إن شاء الله يتم تصحيح هذا القرار اللي يخدم مصلحة المملكة وكذلك مصلحة الدول الأوروبية اللي عبرت عنها الهيئات التنفيذية اللي هي كانت واضحة اللي كانت يعني كانت واضحة تماما. وبالتالي نحن لا يمكن كذلك بأن يعني تبقى يعني محكمة أوروبية تتدخل في قضايا اللي هو قرار قانوني ولكنه ذو صبغة سياسية، وبالتالي الهيئة الحصرية اللي يمكن بأن تعالج هذا المشكل المفتعل هي مجلس الأمن للأمم المتحدة، وبالتالي يعني هذه كذلك مغالطة أخرى لن تمر علينا ولن نقبلها. أشكرك سيد إنجل خطاط، أشكرك جزيلا. أنتم رئيس مجلس جهات الدخلة وذي الذهب.